اقصد جمعوا لي هذا البسط باش نشوف واش عندنا صحيح ولا لا. ايه سوف اعطيك 4356 على اعطيك نتيجة كامل واحد. ايوا عليها نصحكم كي نقسموا على 4356 تخرج لنا واحد. هذا اه ايوا هذاك هو باش تعرفوا بلي عندكم صحيح. ودائما يا جماعه نعاود ونكرر، ما كي توصلوا للخانه التاليه ما ديروش الحديثه العكسيه وديروا واحد ناقص، ما ديروش هالطبيعه ماشي مليحه. انا قلت لكم علاش باش نتاكدوا، فهمتوني كيفاه، باش نعرفوا بلي واش عندنا صحيح ولا لا. أرضي قرر زيد بعد واش قال لي اخر سؤال، واحسب امله الرياضي او اكس. حنا على بالنا يا جماعه بلي او اكس واش هو، ما هو الا المجموع نتاع اكس اي يبيل اكس اي في الحاله نتاع انا عندي ثلاثه تاع الخانات، يعني راح ندير اي تساوي واحد وثلاثه. اذا احسبوا لي يا جماعه النتيجه، راح نكتبوها هنايا بما ان هذا كسر موحد، راح تعطيني ناقص 200 في 2009 زائد 150 في 1786. هذا السيستم ما كاينش شويه، ما كاين ديك القرك على هي خروي ان شاء الله. معايا يا جماعه؟ ايه استاذ، نقص 200 في 2009 زائد 1500 في لا 150، هذه اللي هنايا 150 تاع الجدول، 150 في 1786. ايه زائد 500 في 361 تخرج، تخرج عدد كبير. لا بصح هذه كي تنقصوا راه تخرج، دقيقة، لا لا ما تخرجش عدد كبير. واش نقصوا؟ خرجت لكم باش بالسالب ولا بالموجب ولا؟ خرجت لي بالموجب وصح عدد كبير. بصح ما تنساش تقسميها على 4356. ايه سير. خرجت لي 10.69. سير. عاودوا يا جماعه كونفيرمي. انا نقول لكم شحال خرجت. خرجت لي 1.5 انا. عاودوا حسبوا موراي باش انا عندي الاله حاسبه راسها. اي صح خرجت لي 1.05. خرجت لي 1.5 استاذ. سير 1.5. الان الاستنتاج. اه حنا الاستنتاج دائما كنقارنوا، نقارنوا بالنسبه لواش لازم نديروا الاقواس بين الارقام هذوك، نقص 200 في 2209 نديروا قوس بين قوسين ونزيدوا زائد ونديروا قوس ونزيدوا نديروا. ايه لا لا انا تنقلت هكذاك النهار الاول. لا لا الاولويه للضرب، يعني اله حاسبه مباشره راح دير الضرب قبل الجمع. بصح انا كي درتها ما طلعتليش، طلعت لي 145.02 بالتقريب. ديري الاقواس بالك الاله حاسبه كتخدمي بها واش؟ كازيو. لا كازيو تخدم لك كازيو تخرج سويس وانا خدمت بها نورمال. ثاني عاود حسبت وخرجت لي 1.5. اذا يا جماعه كي 1.5 اكبر من الصفر، هنا نقولوا باللي اللعبه في صالح اللاعب. اما كي تخرج لنا بالسالب واش نقولوا؟ اللعبه خاسره ضد اللاعب. ليست في صالح اللاعب. ايوه ليست في صالح اللاعب، هذا هو الاستنتاج نتاعك. واش تقدر تكون في صالح اللاعب؟ ها؟ وانت تساوي الواحد. ها تكون اكبر من الواحد، تساوي اكبر من الواحد. دقيقة دقيقة يعني دقيقة برك. عاودوا عاودوا شو حسبوا لي النتيجة باش ما نكونوش غالطين. انا ما تخرجش خاسرة. لا لا عاودوا يكونفيرميو لي النتيجة، عاودوا كيما نقول لك حسبوا لي النتيجة ونشوف. شوفوا واش راه عندنا صحيح ولا لا. أنا هلا خرجت لي 10 مبارك، خرجت لي 1.5. لا لا ما تخرجش 10، خرجت لي واحد ثانية 1.5.
واحد ينمو تخرج 1.51 هكذا. خرجت لي 1.5 ما شفتش الفاصل. الأستاذ رجع لنا الطابلو. دقيقة بركة. اصبروا دقيقة نكونفيرمي واحد الحاجة. أنا يطلع طلعت لي 145.02 تقريبا. أخي تخدمي بالأقواس. درت الأقواس هي. أستاذ ما نجيش نشوف. إيه قلعتها قلعتها دقيقة برك سمحوا لي دقيقة لنا. حاب نكونفيرمي واحد الحاجة برك. إيه مقارنة بالنسبة للسابق. صح. إيه تطلع 1.51. سيبون حسبتيها خرجت كيما خرجت لنا انا. سيبون كاميراكم تشوفوا وصاي خرجت 1.5. ايه اذا نقولوا اللعبه في صالح اللاعب. انا فين كي قلت لك 1.5 قلت لي ماشي في صالح اللاعب تخلعت. لا لا قلت لكم كي تكون اكبر من الصفر يعني في صالح اللاعب، كي تكون اصغر من الصفر ضد اللاعب وتساوي الصفر باينه. صحيح يا جماعه تهنينا من هذا التمرين كلش مفهوم. نكملوا التمرين الاخر نكملوا. بون التمرين الاخر نسوي لك انت اولي اكس تساوي صفر نقولوا اللعبه عادله. ايوه اللعبه تكون عادله. الآن مع التمرين الثاني قال لي كيس يحتوي على 8 قريسات 3 حمراء. دائما أحسن نقوله 8 قريسات عندي 3 حمراء. قال لي تحمل الرقم 0, 1, و2. دائما نفضل يا جماعة أنكم ترسموا أحسن. هاي 3 قريسات حمراء 0, 1, و2 و3 خضراء 2, 2, 3 2, 2, 3 واثنان صفراء زوج صفراء واحد زوج فيها واحد اثنان. نفس حبة القريسات على التوالي وبدون ارجاع. يعني كي نقولوا بدون ارجاع على التوالي يعني ترتيبهم. اذا انا نخدم بالترتيب وثلاثة ومن تحت على حسب السؤال. واش قال لي نسمي الحديثة سحب ثلث يعني داير قريات نمو قريسات سحب ثلث قريسات مختلفة في اللون ب سحب ثلاث قريسات جداؤها صفر. السؤال الأول ما هو عدد الحالات الممكنة بالنسبة للحديثة أ؟ ركزوا معي على السؤال هنا واش طلب مني يا جماعة؟ سيد معلش تعاود تقرا لنا السؤال الآخر. ما هو؟ تمرين تمرين كامل ما راهش يبان لكم ليه؟ لا لا راه يبان أنا ماني حبيت نال. قال لي كيس يحتوي على 8 قريسات 3 حمراء هي تحمل الرقم 0, 1, و2 و3 خضراء تحمل رقم 2, 2, 3 و2 صفراء تحمل رقم 1, و2. قال لي نسحب ثلاث قريسات على التوالي وبدون ارجاع. يعني هنا راح نخدم بالترتيب انا كتبت لكم 3 من فوق والاسفل على حسب السؤال. نسمي الحديثه سحب ثلاث قريسات مختلفه في اللون وب سحب ثلاث قريسات جداؤها صفر. الان سؤال اول نبداو به واش قال لي ما هو عدد الحالات الممكنة بالنسبة للحديثة أ؟ عدد الحالات الممكنة بالنسبة للحديثة أ. أنا واش راه يطلب مني؟ راه يطلب مني العدد. يعني راه يطلب مني كاردينال أ وفقط، ما راهش يطلب مني بيلي أ. يعني يا جماعة ركزوا لي في هذا السؤال. كيقول لك عدد واحتمال راه كاين فرق. أنا بغيت نقول لكم هكا باش نفيقكم شوية على هذا النوع من الأسئلة. صحيح؟ الان ببساطه يا جماعه ثلاث قريسات مختلفه في اللون يعني قادر تكون وحده حمراء وحده خضراء وحده صفراء. انا الارقام ما يهمنيش علاش يعني لانه هو راه مهتم باللون. نعم ثلاثه من ثلاثه ها تخص انا عندي ثلاث الوان نحتاج ثلاثه نتاع الا هنا 1, 1, 1 المجموع نتاعهم ثلاثه. نشوف الحمراء قلنا شحال 3
خضراء ثلاثة والصفراء عفوا اثنان. إذا عندي أ واحد ثلاثة في أستاذ معلش عاودها هذه ما هي؟ هاد الأ هذه 18. قلنا سحب ثلاث قريصات مختلفة في اللون هكذا. هاي نقولوا ثلاثة هيا إما حمراء وحدة حمراء وحدة خضراء وحدة إما صفراء. خضراء إما ما نقولوش إما نقولوا وحدة خضراء صفراء و حمراء ياك. بعد كي نديروا الأ دائما هاد الأ يتبع لي واش يكون عندي هنا هو راه انتريسي باللون، يعني بما أنه عندي ثلاث ألوان لازم نحتاج ثلاثة تاع الأ صح. من بعد عندي وحدة حمراء نكتب من الفوق واحدة وفي الأسفل نكتب عدد الكريات الحمراء اللي هما ثلاثة. الخضراء عندي وحدة كريات الخضراء عددها ثلاثة، وحدة صفراء وعدد الكريات اثنان. هذا ما كان صحيح يا جماعة؟ خرجنا 18. أشكون هنا راني صحيح؟ جماعة ركزوا لي معايا، دائما كيقول لكم على التوالي، كي تشوفوا على التوالي عرفوا بلي كاين عامل الترتيب، في الحالة نتاعنا هنا ثلاثة. علاش ثلاثة؟ أخي فهمتكم ديك خطرات. قلنا قادر تكون، راح نكتبها بهذا الشكل هذا. باش تفهموا بلي الترتيب يهم. خاش دروكا ماشي كيما في ان واحد. بالنسبه للترتيبه هذه راه تشوف فيهم ثلاثه الاحتمالات. هي قائمه وبدون ارجاء تولي ترتيبه. ايوه هي قائمه بدون تكرار. يعني تولي ترتيبه. بدون. شفتوها ثلاثه ومباشره الا حبيت نحسبها بقانون رياضي ندير كسر. حنا شحال رانا نسحبوا بكريه؟ ها هي ثلاث كريات وفي الاسفل نديروا الالوان. عندي وحده حمراء عاملي، وحده خضراء عاملي، وحده صفراء عاملي. هذه كنحسبوها جي 6 على 1. اي جي 6 مش 3 راني غلط. هنا هي 6. شفتوني علاش قضيه ما كيما يقول لك ما ترسموش كي تكون ترسم تقدر تغلط. خاطرش علاش هنايا نقدر ممكن خليني نقلع حالي كامل باش نديرو نيشان الخدمة تاعنا تكون باينة. ممكن نديرو هكذا ومن بعد تبقاو ديروها مباشرة بلا تبقاو ترسمو. قادر الأولى خضراء، الزوجة حمراء، ومن بعد صفراء. يعني كل الكريات الأول عاودك هنايا صفراء كيما هكذا. قادر هنا خضراء خضراء نديرو هنايا نفس المبدأ. هنايا حمراء حمراء، وهنا حمراء وهنا حمراء. هادو هما الاحتمالات اللي قادر يكون. شتو راكم تشوفوا بلي غير ثلاث كريات عندهم الوان مختلفه، شو شحال كاين محاله. بالنسبه للترتيبه هادو كامل احتمالات، اما بالنسبه للتوفيقه هادو كامل تشوفهم احتمال واحد. فهمتوني يا جماعه؟ اذا هنا كنحسبوا ثلاثه عاملي اللي هي 6 على واحد عامل اللي هي 1، يعني مباشره تعطيني 6. ثم بلا ما تحطوا هذا التكعير هذا ديروا مباشره بهذه العمليه حسابيه العامله. صحيح يا جماعه؟ هاني دوك كي درت غلط. او نديروا استاذ بلا هذه تاع العامل نديروا 3 بي لي 1، 3 بي لي 3، 3 بي لي 3. لا ايه تاخذ 6. لا لا ديروا بهذه الطريقه اللي قلت لكم احسن، ما تحفظوش هذيك ال بون. باش يطلع لي هنايا دقيقة هكذا باش نمحي. شحال قلتوا لي النتيجة؟ 6. لا لا هذه كامل، يعني آ واحد ثلاثة. إيه هذيك ها عطوني نتيجة كامل 18 18 18. بصح 18 في 6. 18 في 6 نضربوها في 6 تخرج 108. 108 عدد الاحتمالات الممكنة هو 108. 108 صحيح يا جماعة؟ فهمنا هذه؟ الآن من بعد واش قال لي السؤال الثاني؟ ما هو احتمال تحقق الحادثة بي؟ واش قلنا للحادثة بي؟ سحب ثلاث قريصات جداؤها صفر. إذا راح نكتب اثنان احتمال الحادثة بي. جماعة احنا المعلوم نتاعنا في الرياضيات كي تكون عندنا عمليات حسابية
الصوت راه واضح يا جماعه؟ واضح استاذ. بسك وحده قالت لي الصوت استاذ. اذا هنا المعلوم في الرياضيات كيكون عندي الجداء نكتبوها هنايا. حنا عندنا ثلاث ارقام يكفي، اما يكون عندي صفر واحد هنا واش ما راح ندير النتيجه راح تكون صفر صح، او راح نكتبها على ثلاث طرق هكذا باش تفهموها بصفه عامه، ولا قادر يكون عندي زوج تاع الاصفار، ولا قادر يكون عندي ثلاث اصفار. هاد الثلاث حالات كامل يعطوني الصفر صح ولا لا؟ انا صحيح هاد الكتابه جماعه ياك. الان شوفوا معايا حنا الصفر شحال عندنا هنايا كامل في التمرين؟ عندي صفر واحد اللي هو تحمل القريصه الحمراء. كاينه وحده برك يسمى هذا الاحتمال ما كانش، وهذا الاحتمال ما كانش. يعني دركا هو واش راه مركز لي؟ راه مركز لي على قريصه تحمل الرقم صفر، والقريصات الاخرى لا تحمل الرقم صفر. دائما يا جماعه نقول لكم بهذه الطريقه، هذه هي الطريقه الاسهل في التعامل مع هذا النوع من الاسئله. كيفاه باش تفهموها؟ هو واش قال لي في البي؟ سحب ثلاث كريات جداؤها صفر، بمعنى كون نكتبوه على شكل اخر هي سحب ثلاث قريصات تحمل على الاقل رقم صفر. هذه هي الترجمه اللي درناها، هي نفسها صح ولا لا؟ انها هي نقدروا دوكيا تخرج لنا قريه حمراء الكتبه. لا لا خطيني من الحمراء، ركزوا معايا في الكتبه. الكتابه اللي كتبتها دركا سحب ثلاث قريصات تحمل على الاقل رقم صفر، اسكو هي نفسها سحب ثلاث قريصات جداؤها صفر؟ لا ماشي نفسها. علاش؟ لا هذيك باسكو احنا عندنا وحده بكتها تحمل قريه صفر. خطيني من عدد الصفر قريص نسايلي في التمرين. إيه؟ انا نحكيك بصفه عامه، اسكو هذيك الكتابه صحيحه ولا لا؟ صحيحه. واش مش صحيحه؟ لا صحيحه، نقول لكم علاش. سحب سحب شوفوا معي، قلنا دائما نرسموا هكذا ياك، نرسموا خط. احنا بما ان عندي ثلاثه نقلع من صفر، صفر واحد اثنان ثلاث، واش معناتها سحب ثلاث قريصات تحمل على الاقل رقم صفر؟ يعني نقلع من الصفر ونجي طالع من الواحد ونجي قادر تعود تحمل صفر، قادر صفرين، قادر تفقد صفر. يعطيك الصحه، وهي نفسها هذه الكتابه اللي هنايا. هي واش هي احنا في التمرين تاعنا نحذفوا هذه ونحذفوا هذه، علاش؟ لانه عندي صفر واحد. فهمتوني؟ يعني باش تجيكم انتوما ساهله تقدروا تقلبوا السؤال كما قلته لكم دركا، باش تجيكم ساهل. هذه تهنينا منها. الان نمشيو نركزوا على الفكره نتاعنا اللي قلتها لكم دركا. هو في هذا السؤال هذا هو باش راه مهتم يا جماعه؟ مهتم بالقريصه التي تحمل رقم صفر، صح ولا لا؟ يعني بالنسبه لي انا اي قريصه تحمل رقم اخر نقول انها لا تحمل رقم صفر، سواء اثنان سواء واحد سواء ثلاث. مثلا كون هو كان مهتم باللون الاخضر بالنسبه لي الاخرى نقول لا تحمل رقم، لا تحمل ولا ليس لونها اخضر. اكو فاهميني واش راني باغي نقول ولا لا؟ انا ما فهمتش. ها ايوا يعطيك الصحه، كي تقولي لي في وجهي انا نفرح. شوفوا معي دائما قلت لكم كي يعطيوكم سؤال في الاحتمال شوفوا الحاجه اللي راه مركز عليها. حنا في هذه في الحادثه بي هو علاش راه مركز؟ واحدة ثلاث قريصات يكون جداء تاعهم صفر. أيوة يعني هو راه مركز لي على رقم صفر، صح ولا لا؟ بالنسبة لي هاني كاتب لكم حنايا عندي وحدة صفراء، عندي وحدة تحمل رقم صفر، يعني الأخرى نقولوا لا تحمل رقم صفر. أنا درت لكم في صاير راكم معايا حد الآن. أستاذ علاه ما ديرش وحدة صفر واثنان من الباقي؟ واه من الباقي يعطيك الصحة، صفر ولا من الباقي ولا لا تحمل رقم صفر. خاطش علاش نديروها بالطريقه التقليديه؟ كان بعض التلاميذ نشوفهم يديروا بالطريقه التقليديه، بمعنى يكتب هنايا صفر ومن بعد يقول لك هذه تحمل رقم اثنان وهذه تحمل رقم واحد. هذه الفكره هذه توصلك ماشي ما توصلكش؟ طويله بزاف، فهمتوني؟ طويله بزاف، يعني راك تتعب روحك على باطل. انتم باش توالفوا ديروا تحمل رقم صفر كما قالت الزميله تاعكم باقي القريصات ولا باقي الارقام. صح، بما ان هنا عندي نوعين من القريصات يعني خصني زوج تاع الأب.
وحده فيهم تحمل رقم صفر، انا عندي عدد القريات التي تحمل رقم صفر اللي هو واحد، هاني كملت معها، وهذوك الزوج يمثل لي باقي القريصات اللي هما سبعة. فهمتوني حد الان؟ يعني واحدة من واحدة واثنين من سبعة والزوج من سبعة. هاد السبعة واش هما اللي راه تحمل رقم واحد اثنين قريصات واثنين وثلاثة. أيوة، وهاد الواحد اللي تحمل رقم صفر قرية صفر. ما ننساش يا جماعة، بما أنني على التوالي بدون إرجاع خصني معامل ترتيب، دائما قلنا نديرو هنايا عدد القريصات المسحوبة اللي هو ثلاثة، من بعد نشوف هاي عندي وحدة تحمل رقم صفر واثنان لا تحمل رقم صفر، هذه النتيجة هنا راح تعطيكم ثلاثة. إذا مباشرة راح ندير بي لي بي، واش تساوي لي؟ تساوي لي ثلاثة اللي هو معامل ثلاثة أ واحد واحد أ اثنين سبعة، نقسموها على واش؟ على ثلاثة من أصل ثمانية، يعني عدد الإجمالي. أعطوني شو النتيجة هنا؟ ثلاثة. شحال؟ من فوق 126. الأب كيف نديروها في الآلة الحاسبة؟ ديري شيفت شيفت عندك كازيو؟ عندك كازيو؟ خليه يهدر. أنا عارف واش من ماركة عندك بعدها؟ كازيو. كازيو مامو جماعة اللي عندها كازيو شيفت شيفت في في شيفت بي في 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 بي ضرب، عملية الضرب. ها وراح تلقاها في عملية الضرب تخرج لنا تخرج لنا 126 136 بصح كندير في تجيني بي ما تجينيش الأ، وهذيك هي بي هي نفسها أ. هي تخرج 3 على 8 وتساوي 0.37. لا لا عطوني ديريكت الكسر أحسن. 3 على 8 أيوة 3 على 8 نخليوهم إحنا بالكسر أحسن. سابو رانا كملنا مع السؤال الأول والثاني. الآن السؤال الثالث، ما هو احتمال سحب ثلاث كريات مختلفة في اللون وتحمل نفس الرقم؟ يعني هنا طلب مني تقاطع، كي نشوف هذه كلمة واو معناتها تقاطع، واش معناتها التقاطع؟ قال لي تحمل ولا سحب ثلاث كريات مختلفة في اللون، يعني وحدة خضراء وحدة حمراء وحدة صفراء، ولكن هو ما حبسليش هنا، يعطاني شرط آخر. واش هو الشرط يا جماعة؟ تحمل نفس الرقم. سمى واحد 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 ولا اثنين اثنين ولا صفر 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 ولا ثلاثة 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 ولا ثلاثة ثلاثة. بس احنا نشوفوا على حسب التمرين واش عندي. شوفوا معي في الرسم هذا اللي رسمته لكم قبيلة، وش هو العدد اللي راه يتكرر في كل لون؟ واحد واثنين اثنين يعني قادر يكون واحد اثنان واحد واثنين. لا واحد واثنين. لا لا اثنين، الخضراء ما فيهاش واحد، الخضراء ما فيهاش واحد، والحمراء ما فيهاش ثلاثة. يعني هو واش راه يسقسيني؟ راه يسقسيني على بي بي أ تقاطع بي، يعني ثلاث كريات مختلفة في اللون وتحمل الرقم نفس الرقم. احنا في الحالة نتاعنا واش قلنا؟ قلنا تحميل مختلفتين في اللون تحميل رقم اثنان، خاطر هذه هي الحالة الوحيدة اللي عندي. الآن نحسب يا جماعة كيف هنايا ندير؟ راح نكتب هنايا دوك عندي ثلاثة تاع الأ، علاش؟ لأنه عندي ثلاث ألوان، هاي واحد واحد واحد. من بعد تروحوا اللون الأخضر، دوك واش لازمني نشوف يا جماعة؟ لازمني نشوف القريصات الخضراء التي تحمل رقم اثنان. احنا في الحالة نتاعنا القريصات الخضراء التي تحمل رقم اثنان شحال عندي؟ يزيح من رقم اثنان في وين كولارا؟ خضراء، راني في الخضراء، راني نبدأ بالخضراء. عندنا واحد زوج زوج، راني كمل. من بعد نمشي للحمراء تحمل رقم اثنان واحدة واحدة، وصفراء تحمل رقم اثنان واحدة واحد، صحيح؟ ما ننساش معامل الترتيب رانا ديجا حاسبينها من قبل اللي هو ستة. فهمنا هذا يا جماعة؟ فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ عاودها لنا. صح، واش قال لي هو السؤال الثلاثة؟
ما هو احتمال سحب كريات مختلفة في اللون وتحمل نفس الرقم؟ هاي تحمل سحب ثلاث كريات مختلفة في اللون. ها هي ثلاث كريات مختلفة في اللون صايفريناها، بصح هو زاد لي شرط آخر، واش هو؟ تحمل نفس الرقم وتحمل نفس النقط. حنا نمشيو نشوفوا الرقم اللي راه يتكرر في الألوان الثلاثة. اثنين يعني ها هو اثنين، هاي اثنين، هاي اثنين، سيبو رانا شرحنا. هذه رياضيا واش هي؟ واش نكتبوها؟ هي نفسها أ تقاطع ب. خاطش أ واش هو؟ أ سحب ثلاث كريات مختلفة في اللون. لون ها. وبي واش هو؟ إيه لا مش تحمل في صح راح نسميوها سي، لأن بي أمر آخر. راح نسميوها سي. هذه سي واش هي؟ ممكن نديروها هنايا، راح نكتبها من الأسفل. سي سحب ثلاث كريات تحمل نفس الرقم. نفس الرقم في الحالة نتاعنا راح تصلح هي اثنين. هذه دوك من بعد نرجعوا لها. الآن جمع بي أ تقاطع سي. الآن صيبوا رانا درنا الرسم، بما أن عندي ثلاث ألوان راح نكتب ثلاثة تاع الأ. الآن كي نشوف الأحمر هيا واحد واحد واحد. الآن كي راح نختار، ما نقولش، ما راحش نقول عدد الحدث الإجمالي نتاعهم السما. نعم سما نقولوا واحد من ثلاثة وواحد من ثلاثة وواحد من اثنين. لا هذه كي تقولي زعما واحد من أصل القريصات الحمراء، بصح حنا عندي زوج تاع الشروط، يعني نورمالمو واحد من أصل القريصات الحمراء التي تحمل رقم اثنان. اثنين واحد من اثنين. واحد من أيوة من الحمراء واحد. عاودك في الخضراء واحد. واحد من واحد. من واحد من واحد من اثنان وواحد من واحد. لولا واحد من اثنين صحيح. وما نشوفش عامل ترتيب، حسبناه ديجا ممكن نعاودوا له، قلنا ثلاثة عاملين. لو واحد عاملين أستاذ معليش تعاودوا تقولهم استكتوا دقيقة باك خليوني نفهمها. واش ما فهمتيش؟ قولي لي واش ما فهمتيش. كي كانوا يهضروا هكذاك ما فهمتش واش راهم كانوا. أنت يا واش ماكيش فاهمة بعدا، قولي لي أنت واش ماكيش فاهمة. ألو كي كنا نهضروا على سحب الكريات تحمل نفس الرقم. ها هكا ندو كامل يحملوا هنا في عندنا في الحمراء والخضراء والصفراء عدد يتشابهوا في الرقم اثنين، عندهم كاع نفس الرقم اثنين اثنين. ها هذا ما كان في الحمراء عندنا كرية واحدة حمراء. هاي راح نكتبها هاي حمراء رقم اثنين. هاي واحدة حمراء وزوج الصفراء هاي. وعندنا الزوج يحملوا رقم كريات كريصات يعني. دوك في العملية كنت نبداو نديرو في العملية هذه. وش هي؟ كريصات. شوف يا جماعة. كنديرو هذه بيلي أ. صبريس. باش ما ندوخو رواحنا ما وين. هاي عندي ثلاث ألوان. ها راح نكتبهم ها. أ. ها واحد. نبداو. الحمراء عندي وحدة. بعد راح تشوفوا قريصة حمراء تحمل رقم اثنان، شحال عندي؟ عندي هاي اي وحدة. هاني نكتب وحدة هنا. ايوا من بعد الصوت تاعي راه واضح يا جماعة، بالي الكونيكسيون عندي بدات واضح. من بعد نمشي للخضراء عندي وحدة. واضح راني نسمع. خضراء عندي وحدة، نمشي نحوس على قريصة خضراء تحمل رقم اثنان، هاي عندي وحدة اثنان. زوج. هاي زوج. من بعد الصفراء عندي وحدة تحمل رقم اثنان، ها هذا ما كان. خاطش علاش دوك عطاني زوج تاع الشروط، وما نساش معامل الترتيب اللي هو ستة. إذا هذه وفهمتكم باللي هي أ تقاطع سي، حيث سي هذه تحمل ثلاث كريات تحمل نفس الرقم. صح؟ إذا راح تعطيني ستة أ واحد واحد، أ اثنين، واحد مقسومة على ديجا انا حاسبينها من قبل 336، مباشرة راح تعطيني 12 على 336. ممكن نختزلوها هذه شحال تعطيكم؟ 1 على 28. فهمنا هذا الكلام يا جماعة؟ ننتقل اللي بعدها الرابع. احسب احتمال سحب ثلاث كريات مختلفة في اللون أو تحمل نفس الرقم. هنا واش راه يقصد؟ احسب احتمال سحب ثلاث كريات، يعني كي نحو ثلاث كريات مختلفة باللون ويكون عندها نفس الرقم يعني. لا ما
مادام شي احتمال غادي تخرج خضراء. صح باش تفهموا هذه هو تخيلوا معايا الفكره هذه تبعوني يا جماعه ركزوا معايا في هذه شوف باش تفهموا هذه واو او اتحاد يعني او تبعوا معايا دقيقه استاذ اعطيني ركزوا معايا ولا نحبسكم هنا ركزوا معايا سمعوني دقيقه ومن بعد نفهموا هذه واو او تخيلوا معايا بلي راك ورا في اليد اليمنى سياله خضراء وفي اليد اليسرى سياله حمراء صح انا واش نقول لك نقول لك اعطيني السياله الحمراء والسياله الخضراء انت واش راح غادي دير فيزوج نعطيهم لك فيزوج تعطيهم لي فيزوج بصح كون نقول لك اعطيني سياله حمراء او سياله خضراء واش راح دير نعطيك وحده تعطيني وحده وتكفي يعني وحده فيهم هذه هي دوك الفرق السؤال الثالث قال لي مختلفه في اللون وتحمل نفس الرقم يعني لازم هاد زوج شروط يتوفروا اما في السؤال الرابع ثلاث كريات مختلفه في اللون او تحمل نفس الرقم يعني وحده فيهم تكفي فهمتوني بمعنى كي نقول لكم وا كي تشوفوا كلمه وا او هذه وا معناتها تقاطع او معناتها اتحاد صحيح يا جماعه حنا هذه وا هاي ديجا كتبتها لكم اللي هي تي ا تقاطع سي الان واش راح نحسب في السؤال الرابع ا اتحاد سي واش هو ا اتحاد سي هو بي لي ا استاذ كيكونوا يشاركوا في حاجه نقولوا وا وكيكونوا ما يتشابوش في حاجه نقولوا او نوعا ما هي هكا بصح ولكن رقاب نكتب هنا تقاطع ما نقولش يتشابهوا هي ايضا كي نقولوا واش هو التقاطع هما يشتركوا في حاجه هذا يكون اشتراك عدم الاشتراك بس وايوا هذه هي عندهم اشتراك كيما حنا كي نقولوا وا معناتها كاين اشتراك حنا الواو صاي دائما احنا او وهو هو نستعملوهم في الضرب ولا الجمع لا الاو تستعملوها في الجمع والواو تستعملوها في الضرب صاي ايه قصدي هذا لا فايس استعملوا اشتراك وعدم الاشتراك استعملوا اخير دقيقه برك دائما كي تتلف لكم رجعوا للمثال اللي عطيتكم تاع السياله كي نقول لكم سياله حمراء وسياله خضراء يعني لازم تعطيهم لي بزوج سما لازم الشرطين يتحققوا حنا في السؤال الثالث حققنا الشرطين اما في السؤال الرابع واحد فيهم يكفي دائما يا جماعه باش نحسبوا الاتحاد هو المجموع خاطش علاش شوفوا معايا راح نرسم هنا دائره بكري كنا نديرو هكذا التقاطع صح ولا لا هذا هي التقاطع هذه نسميها مثلا ا وهذه نسميها سي وكان هذه كون نفصلهم راح ندير لها كيما هكذا انتوا تفهموني هيا سي وهيا ا وهذا هو التقاطع يعني كيف كيف صح كي حنا نقولوا اتحاد معناتها كامل اتحاد كامل هذه يعني واش هي بي لي ا زائد بي لي سي واش هي لاحظوا معايا هاد التقاطع شحال غادي يتكرر مره لا زوج مرات هيا مره يكون في ا مره يكون في سي يتقاطعوا زوج خطرات ايوه يعني هنديروا هاد الناقص يعني هنقصوا واحد التقاطع باش يولي عندي مره هذاك واش معناتها الاتحاد صاي يا جماعه مثلا عندي صفر واحد واحد اثنان هاي مجموعتان صح هنا وش هي الحاجه المشتركه بيناتهم هي الواحد هذه هي التقاطع احنا كي نقولوا الاتحاد واش عندي الصفر والواحد والاثنان هذا كامل الاتحاد صاي لان الواحد راه مكرر زوج مرات هذه واش معناتها هذه الهضره هذه فهمنا يا جماعه هذه الفكره هذه اذا راح قلنا بي ا اتحاد سي هي بي لي ا زائد بي لي سي ناقص بي ا تقاطع بي لي ا رانا حاسبينها من قبل شحال لقيناها مازال ما حسبناهاش حسبنا اي كاردينال اللي هي 108 كاردينال قلنا على 366 باش نديروها على شكل احتمال بي دي سي مازال ما حسبناهاش قلنا سحب ثلاث كريات تحمل نفس الرقم حنا في الحاله نتاعنا
سوى الاثنان اللي عندي اكثر من ثلاثة، صح؟ لان الصفر عندي واحد والواحد عندي زوج والثلاثة عندي واحد، اذن الاحتمال تاعي انني نسحب ثلاث قريصات تحمل رقم اثنان، يعني راح ندير أ نكتب هنا ثلاثة ونكتب من الأسفل عدد القريصات التي تحمل رقم اثنان، في الحالة تاعنا أربعة، هذه شحال راح تعطيني؟ أربعة يا مدنا 24 24 إيه شير 4 على 366 لا لا 24 24 على 336 ايه 636 فهمتوني هذه كيفاش حسبتها؟ فهمتوني ولا لا؟ درت ربع وكارت ياك 3 تخرج 24 صحيح. واش تشد الفوق لا دايرين 108 على 366 وتحت انا دايرين 24 على 336 اش بيلي ا لانه بيلي سي بيلي ا تشاور 15 على 28 اش بيلي ا حسبنا قبيله غير كاردينال ا تمرين لقينا 108 نقسموها على 3 من 8 15 على 28 صحيح وعلاش نقصوها ناقص شحال 1 28 اللي هي التقاطع هاي يعني حاسبينها من قبل ممكن معليش ديروها 300 باش جينا سهل الحساب نديرو 12 كما لقينا قبيله على 336 دوكا 108 زائد 24 شحال لا مباشرة 128 زائد 12 النتيجة شحال تلقى 120 ما تلقاو هذه النتيجة النهائية 20 على 61 ثم معليش حسبوها كما تعرفوا 20 على 61 20 على 61 بالاختزال ولا واش درتو بالاختزال لا بدي راني غلط الناس تاوصل مش غلط هذيك هي لا لا انا غلط ماشي 366 336 36 اي 836 لا لا استاذ هذيك هي ها هذيك هي دقيقه برك نعاود نحسب 8 336 باسكو درنا عدد هذه عدد الحالات الممكنه الاولى كامل تاع القريصات نديرو أ 8 3 الفوق درنا 363 36 هاي هاي حسبوا لي كاردينال أوميغا هاي أ 3 من 8 راح تلقى 336 إيه يا صاي إذا كان نتيجة نهائية راح تلقى 5 على 14 جماعة الخير أسكو فهمت ولا والو فهمنا هادشي علاش كان انا حاسب على بالكم لان هنايا عطاني زوج تاع الشروط نضاري تخدموا غير باللون ولا تخدموا بالعدد هاد الخطره خلط لي الشروط يعني هذا كذلك تمرين جميل باش تتعلموا كيفاش كيما نقولوا كيفاش تخلطوا ما بين الافكار استاذ نعم عندي متراجعه في المتتاليات ولا مازال تاخذنا نزلنا نكملوا هنا اي مازال باقي لنا خلاص كملوا هذا بعد واش قال لي قال لي نرفق هنا قال لي نرفق المتغير العشوائي اكس بجداء الارقام المسحوبه دوكا هنا واش راه انتريسي راه انتريسي بالارقام بجداء الارقام المسحوبه ما هي قيم المتغير العشوائي اكس حنايا دوكا سيبو مانيش مهتم بالالوان راني مهتم فقط بالارقام دوك عندي غادي نكتبهم عندي صفر